يسعد مساكم. ممكن يسأل أحدنا نفسه سؤال إنه مع تصاعد أو مع تصاعد تقدم العلمي بالآونة الأخيرة بالعقود السابقة، ممكن يتهيأ للبعض إنه الفكر الحر سيزدهر بسبب التقدم العلمي، وسائل التواصل، سهولة انتشار المعلومة. ولكن التقدم العلمي سيف ذو حدين، بقدر ما يساهم بإيصال المعلومات بقدر ما يساهم بانتشار الشائعات. فإذا شو الحل بالنسبة للموضوع هذا؟ كيف بدنا ناخذ الجيد ونرفض السيء؟ بهالحالة بيبرز دور الفكر الحر، بيبرز دور الفكر الحر بتنقية المعلومات من الشوائب والأفكار من المغالطات. فالفكر الحر بحاجة له دور ان هو يعمل فلتر لهالشوائب كلها وللمعلومات المغلوطة. هلا ممكن لأول وهلة إذا بدنا نعرف الفكر الحر، ممكن يعني تعريفه ونفكره إنه سهل. صراحة من الصعب تحديد تعريف له، لأنه إذا نبحث بكل محاولات العلماء والمفكرين والفلاسفه لتعريف الفكر الحر، بنلاقي إنه في اختلاف بالتعريف. فأنا رح أحاول أقدم تعريف بسيط بأبسط قدر ممكن من البساطة. بعتبر أنه الفكر الحر هو نتاج تشكل المعرفة من العقل والمنطق والبحث التجريبي. فالعقل والمنطق والبحث التجريبي، وليس اعتمادا على التقليد والعادات والأفكار المسبقة والعقائد. فهو هروب من سجن العقائد والأدلجة. أما بالنسبة لتعريف المفكر الحر، شو تعريفه؟ المفكر الحر هو الشخص اللي بيكون آراءه أفكاره الخاصة خاصة، يعني نابعة من ذاته، بدل ما تكون عملية تلقين أو عبارة عن مرآة لأفكار الآخرين. في أحد المفكرين بيقول قول بسيط وهادف، بيقول: ما يجعل الإنسان صاحب تفكير حر ليست معتقداته وآرائه، ولكن الطريقة التي يفكر بها. فممكن تكون بوذي وأنت مفكر حر، وبوذي آخر مفكر غير حر. يعني ما على القصة بالمعتقد أو بالأيديولوجية اللي بيتبعها، المهم بالطريقة اللي بيتبعها لحتى يوصل للتفكير الحر. كمان لازم نميز بين الفكر الحر وحرية الفكر. هلأ حرية الفكر ضرورية للوصول للفكر الحر، ولكن هي وسيلة. حرية التعبير كتير ضرورية للوصول لحتى نشكل الفكر الحر. ولهالسبب منلاحظ انه الأنظمة القمعية أو الطبقات السياسية بأي دولة معينة قمعية بتحاول أنها تسيطر على الإعلام، على التعليم، على الاقتصاد، لأنه بهمهم أن يوصلوا الأفكار بشكل معلب. إذا عم بحكي أنا عن أنظمة القمعية، لأنه بهمهم أن يوصلوا الفكرة اللي هن بدهم إياها للجمهور. هلأ كيف بنحفز الفكر الحر؟
في كتير عوامل، و يعني مثلا بدءا بالتعليم، مثلا التعليم، نظام التعليم العام والخاص، دور المجتمع، دور المؤسسات الاجتماعية، في كتير يعني في دور لكتير مؤسسات، ولكن أنا شخصيا بدي أركز على ودور العيلة، دور المجتمع، ولكن أنا شخصيا بدي أركز على دور الفرد ذاته هو بتثقيف بتطوير نفسه بحيث يصبح مفكر حر. يعني بده يمر الإنسان قدام تحدي، إنه أولا لما يكون عم يطرح فكرة، يتحدى نفسه إنه ما يقع بالمغالطات، وبنفس الوقت إنه يكشف المغالطات عند الآخر. يعني مثلا أنا في مثل لعبة بتبعها مع نفسي، هي إنه إذا أنا عم حاول شخص، كيف إني أقدر أكشف المغالطات اللي بيقع فيها، المغالطات طبعا المنطقية، بنسميها المغالطات المنطقية لأنه هي بتكون لأول وهلة بتوحي لنا إنه في منطق وبنية للحجة، ولكن هي بتكون مضللة. ف أولا بتحدى نفسي إني ما أوقع بالمغالطات، وبنفس الوقت اتحدى نفسي اني اكشف مغالطات عند الطرف الاخر. فبعد شوي انا بدي احكي عن المغالطات المنطقية وبدي خصص لها وقت محدد. اذا بدنا نرجع بالتاريخ شوي لنقول مين اول المفكرين الاحرار، مين حكيوا بالفكر الحر. انا برأيي الفكر الحر ابتدأ مع الانسان، ولكن ارسطو كان اول المفكرين اللي ركزوا على التفكير الحر والتفكير النقدي، وكان في كتير محاججة بينه وبين السفسطائيين، لدرجة انه عمل كتاب فند فيها كل المغالطات اللي بيقعوا فيها. في شخص بريطاني كمان اسمه سير فرانسيس بيكن بيعدد القيود اللي بتمنع، اللي بتكبل الفكر الحر، وبسميها الأصنام، وبيعددها بيعتبرها هي أربعة. بسميها واحد، بسميها صنم القبيلة، صنم الكهف، صنم المسرح، وصنف صنف صنم سوق العمل. مش حقدر كتير فوت فيهم، يعني هيدا أنا اللي بطرحه هو نوع من التحفيز إنه الإنسان يبحث بهالأمور هيدا، فالمعلومات طبعا موجودة، ولكن ما عندنا وقت لأنه نتوسع فيها. بدي انتقل لأهم بند بالفكر الحر، هو البناء المنطقي. على أنا حاولت شبهه للبناء المنطقي بمثل بناء حقيقي، يعني لمنزل مثلا، حيث الأساس هو المنطق. يعني إذا أنا بدي ناقش موضوع معين، أول أساس هو المنطق اللي هو اللوجيك، وبيرجع بعدين الأعمدة، يعني بكل بناء له أعمدة. الأعمدة هي الأدلة أو الأفيدنس، والأعمدة بتركب عليها بعدين جدران، الجدران بتكون هي الريزنز اللي هي الأسباب، وأخيرا الغلاف الخارجي هو الادعاءات أو الكليمز. فهيدي العناصر الأساسية للبناء المنطقي. حكيت من شوي عن المغالطات المنطقية. الأول وهلة لما من زمان لما سمعت بهالمصطلح المغالطات المنطقية، اللي هي ترجمتها بالإنجليزي logical fallacies، كلمة fallacy يعني. فسألت نفسي إنه ليه مغالطات منطقية؟ كيف ممكن تكون المغالطة
منطقية، واعتبرت أنه الأفضل تسميتها مغالطات في المنطق، ولكن لا، لما استوعبت الموضوع صح اكتشفت أنه لا، هي مغالطة منطقية، لأنه هي بتغش، لأنه هي في منطق فيها، لأنه فيها بعض المنطق، فيها بعض البينات. يعني مش ضروري تكون مغالطة كلها منطقية لتكون خطأ، يعني ممكن يكون جزء منها مبني على أساس حقيقي. لها سبب تتقسم المغالطات. يعني هون ليش عم بحكي أنا عن المغالطات؟ لأنه هي أفضل وسيلة لعدم الوقوع في الخطأ. يعني المفكر الحر أولا لازم يكون يوعى أو يعرف تصنيف المغالطات وحتى أسماء. يعني أنا إذا في مناظرة بيني وبين شخص لازم أعرف الخطأ اللي وصل وقع فيه. فكل مخطأ أو مغالطة إلى اسم معين. فبدي أحكي شوية حتى ما أكون نظري، بدي أعطي أمثلة عن هاللوجيكال فالسيز. أكثر مغالطة، يعني أنا اللي بدي أقوله أنه حكيت عن دور هالمؤسسات كلها، الوزارات، المجتمع، العائلة، ولكن بالنهاية إذا الدور المطلوب منهم هو توعية الناس وعدم الوقوع في المغالطات. فإذا خلي ركز على الإنسان ذاته. أنا يعني أنا حأطلب، يعني مثلا على الصعيد التعليمي بنطلب مثلا من الوزارة أنه ببرنامجها بالبرنامج التعليمي يكون في شرح، يعني إبراز النقيض ونقيده. يعني إذا بدهم يحكوا مثلا عن ظاهرة معينة لازم يقولوا أنه لما بيكون في تحيز، بيكون في بايس، أنه سبب هناك تفسيرات للظاهرة معينة، ممكن تكون كذا وممكن تكون كذا، نظرة العلم كذا، نظرة الدين كذا، نظرة كارل ماركس كذا، نظرة آدم سميث كذا. ففي كتير أمور نحن ممكن ندخل فيها ونحكي بأدوار، ولكن يعني أنا ما بقدر أثر على الوزارة أو على النظام أو على المجتمع، بقدر ابتدي من نفسي. فهون أنا ليش عم بركز على موضوع أني ابتعد عن التحيزات أو الانحيازات، البايس، ابتعد عن المغالطات. فهون أنا بقدر، يعني هذا الأمر قابل للتحقيق، ولكن أنا ما عندي قدرة على تغيير نظام معين، نظام تعليمي معين. فبدي أحكي عن بعض المغالطات اللي بيقعوا فيها الناس وأعطي أمثلة لحتى ما أكون أنا عم بحكي بشكل نظري. يعني أخطر مغالطة هي الشخصنة، بسموها أد هومينم، اللاتيني، تفسير لاتيني. وهي الشخصنة هي أنه إذا عم تناقش مع شخص أنا ما أدخل بالشخص عليه، يعني بدل ما رد على حجته أعمل له أتاك أو أعمل هجوم على شخصيته. هعطي أمثلة عن هالموضوع. مثل في مغالطة اسمها مغالطة تصميم البئر. بخلال أي نقاش أو أي جدال أو أي حوار بيقوم أحد المناظرين بهجوم مباغت مسبق على شخصية الشخص، أنه أنت مثلا الموضوع يمكن عن العلم، ممكن اتهم شخص مثلا انت عميل لكذا، انت خائن، انت بنتك عملت كذا. فبضلل انا الموضوع هو موضوع علمي بحت والرجل اكاديمي، ولكن انا بعمل له اتاك بالموضوع الشخصي اللي هي ما لها عباده. يمكن صح الاتهام صحيح، ولكن ما بينفع بهالحاله هاي. فهذه واحدة من المغالطات. ربع ساعة. نعم. سألني على الوقت ربع ساعة. لا أنا خلص تقريبا. مغالطة الثانية بتقول اسمها وأنت كذلك. يعني أنت مثلا عم تناقش شخص أنه لازم يتوقف عن التدخين. ممكن يقول لك طب لا أنت بتدخن. طب أوكي، ما هالرجل يمكن يكون عالم بالرئة، بأمراض الرئة، وعنده المعرفة الكاملة لتحديد إذا كان التدخين مضر ولا لا. مجرد ما تعمل له أنت هجوم على
على كونه بدخن او لا. كمان صح انه ممنوع التدخين خطا، ولكن ما له علاقه بهالشخص متعلم وجدير بالحكم على هالامر اذا كان التدخين مضر ولا لا. فاذا هيدا الشخص يعني هيدي كثير مضره، فلازم انه تنكشف. يعني مثلا في مغالطه اسمها ماذا عن او ورا بعض، انه انت شخص مثلا قاضي عم يتهم متهم بالسرقه، بيقول له انت تركت هلا كل الحراميه الكبار والحقتي الالي، يعني كمان هيدا تضليل، يعني هيدي كمان مغالطه. عم بحاول اعطي امثله يعني حتى ما فوت بالشرح الممل النظري الاكاديمي، يعني عم بوصل يعني بدي الناس تعرف انه اذا فهمنا المغالطات نقدر نتفاداها، وهيدي بدايه الوصول الى التفكير الحر. بدي اذكر بعد مثال بس اسمه مثال مغالطة رجل القش. من زمان كانوا المبارزة تتم مع رجل القش والبرزو، فهي عملية تشتيت الخصم من خلال إيجاد حجة مشوهة بديلة عن الحجة الأصلية، يعني نقاش حول السيارات الآليات الذاتية القيادة، وعم نحكي انه عن مدى إيجابية هالسيارات أو هل هالموضوع قابل للتحقيق أو كذا، وموضوع الاتصالات عملية يعني هل يعني الموضوع هو علمي بحت وعملي بحت. ممكن شخص يقول إنه أنت بدك يعني الهجوم بيجي بشكل مباغت إنه أنت بدك تشجع البطالة، يعني طب إذا نحن روجنا للسيارات الذاتية القيادة نحن عم نقضي على عدد هائل من السائقين مثلا، منطق صحيح ولكن مش محله. فهيدا هيدي احدى المغالطات. او في مغالطة كتير انا شخصيا تعني لي، يعني لانه كتير ناس بيقعوا فيها، اسمها مغالطة الناجين. يعني هذا نقاش كتير بيصير مع اصحابنا، انه شخص بيقول انه الفقراء نسبة التفوق عند الفقراء أبناء الفقراء عالي جدا، وبالتالي الفقراء متفوقين لأنه في معاناة وكذا وكذا وكذا. طيب هلا هيدي مغالطة، أنت عم تفتش على الناجين يعني اللي نجوا أو اللي نجحوا او المتفوقين، بس طب شو صار بال 95% اللي سقطوا واللي فشلوا؟ وكيف يعني؟ فبدي اعطي مثال بالحرب العالميه الثانيه، في طائره كانت عم تتعرض لاصابات، وجابوا خبراء لحتى يلاقوا الحل. اكتشفوا انه الطائره كل الاصابات بالجناحين، فقرروا تدعيم الجناحين او جانحين الوينجز، واكتشفوا بعدين انه هالامر حيزيد بوزن الطائره. فجابوا خبير مش اخذوا رايه، قالوا لا بالعكس انا بدي دعم مقصوره القياده والذيل. قالوا له لا، قالوا له لانه هودي اللي تعرضوا لاصابه بالمقدمه هن اللي ما رجعوا، يعني انتم فتشتوا على اللي رجعوا، يعني بالعكس هو معناها انه الطائرات اللي تعرضت لاصابه بالوينجز رجعت، بس اللي ما رجعوا هن اللي تعرضوا للإصابة، يعني الطيار هو الإصاب. فإذا أنت عم تاخد حالة هي اللي نجوا من هالتجربة عم تدرسهم، بالعكس أنت لازم تدرس اللي ما نجوا. يعني أنت عم تخط يعني التركيز على بيكون على 5% وعم ننسى 95%. آخر مثال رح أختم فيه هو مغالطة التعميم اللي هي منقع فيها كلنا كل يوم. التعميم ناخد حالة ومنعممها، انه صندوق في واجهة التفاح بالصندوق جيدة معناها كل الصندوق منيح، كل المسلمين ارهابيين، هذا تعميم، كل الهنود بخلة، كل اليهود بخلة، كل الصينيين مش عارف شو، ستيريوتايب. ف
فأنا اللي بدي أقوله بدل ما أغوص أنا بدور المؤسسات والمواضيع الإنشاء، لا أنا بشتغل على نفسي، ولحتى أصنع من نفسي مفكر حر ببتعد عن كل التحيزات، وهذه بتاخد بدها حلقة بحد ذاتها، التحيزات الإدراكية اللي هي هذه بدها دكتور إبراهيم يحكي فيها، الكوجنيتيف بايسز والتحيزات المعرفية. يعني الموضوع أنا بحاول أهرب من من أن يكون أكاديمي أو نظري، يعني بعطي أمثلة، فبقدر ما أنا ببتعد عن التحيزات البايسز، ببتعد عن المغالطات الفالسيز، بقدر ما بكون عم ببني مفكر حر بنفسي. شكرا لكم.